سلام الرحمة، أهلا وسهلا. يا شيخ، أنا بحلم حلم غريب وكثير إيه بتكرر معي. نعم. بحلم إنه أنا بدف حوالي بيت. هذا البيت أنا بالواقع بعرفه، بس أنا بالحلم كثير بشوفه بس مش قادرة أدخل عليه. يعني في إشي بمنعني إني أدخل على البيت، مش عارفة شو هو، والحلم كثير بتكرر معي، يعني أكثر من مرة صار معي. وأنا بيت من حوالي هذا؟ بيت أحد الأشخاص، يعني أنا بعرفه هل بس هذا الرجل تقدم لك سابقا؟ لا أبدا، ولا حد من عياله ولا من أقاربه؟ لا لا وأنت كنت تدخل البيت وأنت طفلة؟ لا، ولا عمري دخلت البيت، بس أنا الشخص نفسه بعرفه. بس بحاول ألف حوالي البيت، يعني بحاول أدخله بس في إشي مانعني. بشوف الشخص نفسه بالبيت وهو بشوفني من البيت، بس مش قادر أوصل للبيت. يعني زين، وهذا الشخص نفس عمرك أختي؟ لا، يعني أكبر مني تقريبا ب6 7 سنوات هيك. يعني هو أعزب ولا متزوج؟ أعزب. وأنت عزباء. آه إيه، شوفي، إن يكن خيرا فإن الله يمضيه أختي. يعني كيف يعني؟ النبي ها؟ صلى الله، يعني هذا المنام أنا خاف عبره، لكن أقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، ابحثي عن هذا الحديث، إن يكن خيرا فإن الله يمضيه، بتعرفين وش التفسير. بعينك الله الحين لما تبندل هذا ادخلي جوجل، إن يكن خيرا فإن الله يمضيه. ماشي تعرفي وش قصة الحديث، وقعيها على نفسك. ماشي، يا شكرا مرحبا، لك. أهلا وسهلا. نعم.